الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة. الحمد لله انه برنامج زي ده قعد 100 حلقة. انا شخصيا ما كنتش متوقع انه هيستمر اكتر من كده، وده سؤال من اول حلقة طلع فيها البرنامج. هو احنا عندنا علماء يكفوا برنامج زي ده؟ النهارده اقدر اقول لكم احنا عندنا علماء يكفوا البرنامج ده 5 سنوات قدام، 10 سنوات قدام، وعدوا زي ما انتم حابين. العقول المصرية موجودة في كل حتة في بلاد العالم. عندنا قناة ممكن تتحمس لبرنامج علمي؟ عندنا قناة، عندنا شبكة تلفزيون النهار هي متحمسة لبرنامج علمي زي ده. عندنا دولة ممكن تستفيد من العلماء المصريين الموجودين في الخارج؟ النهاردة أقول لكم أيوة، عندنا دولة تقدر تستفيد من العلماء دول. وتعالى نحسب مع بعض تاريخ هذا البرنامج مع بعض. احنا سافرنا النمسا، فرنسا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. في البرنامج ده لفينا أكتر من 85 مدينة بحثاً عن أي عقل مصري ممكن يقدم لبلده حاجة. 6 من العقول دول بقوا في المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية. 33 من العقول دول دخلوا مؤتمر علماء مصر في الخارج في الغردقة بالتعاون مع وزارة الهجرة وبحضور 18 وزارة مصرية. كانوا ماسكين ورقة وقلم وبيكتبوا أفكار العلماء وحصل تواصل معاهم. 33 عالم من دول قابلوا رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب قبل اللي فات كرم برنامج مصر تستطيع بشهادة تقدير، وده كرم كبير وحاجة فوق دماغنا على طول. لكن هل مصر تستطيع بعلمائنا في الخارج بس؟ ده سؤال، وأعتقد ده كان سؤال ناس كتير جدا من متابعي البرنامج واللي بيحبوه وعلى السوشيال ميديا. واحد تاني يقول لك يا عمي دول ناس بيطلعوا بره بيشوفوا حاجة مختلفة جدا، وبالتالي عندهم نظام بيساعدهم على النجاح، لكن احنا في مصر ما عندناش نظام بيساعدنا على النجاح. جزء من الكلام صح.